الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم السنوي في العراق خلال العامين الحالي والمقبل، وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتأثر العراق على المستوى العام للأسعار بأثر تفشي وباء كورونا على مستوى الإمدادات من السلع، إضافة إلى أثر التغيرات في أسعار السلع المستوردة، لا سيما أن العراق يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في تغطية احتياجاته من السلع والخدمات. وأضاف أن معدل التضخم السنوي في العراق قد يبلغ حوالي 2.8% خلال عام 2021، وسيرتفع إلى 3.1% خلال عام 2022. قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية سيد روح الله لطيفي إن حجم صادرات السلع الإيرانية إلى العراق في غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سجل زيادة بنسبة 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأوضح لطفي أن العراق احتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أسفه لتراجع حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين، وذلك عقب غلق العديد من الحدود البرية المشتركة للحد من تفشي وباء كورونا. تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل، وقالت مصادر صحفية إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,600 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,300 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت وزارة النفط الحالية إجراء تخفيضات حادة على سعر النفط الخام المصدر إلى الولايات المتحدة في خطوة وصفتها وكالة بلومبرج الاقتصادية بأنها ملفتة للنظر. وقالت الوكالة إن خام البصرة الخفيف بيع بخصم قدره 1.15% للبرميل مقارنة مع خصم طفيف بنسبة 15 سنتا للبرميل لنفس الخام في شهر أيلول. وأشار التقرير إلى أن هذا التسعير للنفط العراقي يشكل نأيا غير مألوف عن العرف السائد في الشرق الأوسط، حيث تراعي معظم الدول ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال التسعير ونادرا ما تبتعد عنه. قفزت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبفضل توقعات بتعافي الطلب مع اتساع انتشار اللقاحات. وارتفع خام برنت بنسبة 0.60% إلى 74 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.58% إلى 70.87 دولارا للبرميل. في غضون ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المقرر أن يؤدي طرح اللقاح إلى انتعاش أسعار النفط بعد تراجع الطلب العالمي عليه لمدة 3 أشهر بسبب انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا وتجدد القيود الوبائية. تجاوز سعر الغاز في السوق الأوروبية لأول مرة في التاريخ حاجز 850 دولارا لكل 1000 متر مكعب بحسب بيانات التداول. ويواصل سعر الغاز في العقود الآجلة الأوروبية تحطيم الأرقام القياسية، وعند افتتاح التداول تجاوز عتبة 830,000 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وبعد دقائق تجاوز حاجز 850 دولارا لكل 1000 متر مكعب. وهذا يعود إلى سبب نمو سعر الغاز بوتيرة متسارعة في أوروبا لعدة أسباب تتعلق بالمستوى المنخفض من احتياطات خزانات شمال شرق أوروبا وحالة الطقس،
بالإضافة لعدم اليقين مع إطلاق خط أنابيب الغاز التيار الشمالي الثاني. ختام الموجز، إلى اللقاء.